او انه مثلا يعني هاي تلقى له هيش يتعلم، ما هو الانسان من هو صغير يتعلم، يعني ياخذ راسا ياخذ على هاي الشغله. والله هي هاي مهنه، يعني ابويا كان قبل هم يسوي فلافل العالم تعرفوا، فاحنا بدينا انه هم كنا نداوم بالجيش، وبعدين من طلعنا اخذنا هاي الشغله باعتبار يعني من اب الجد انه هي هاي قديمه الشغله مالتنا، الناس تعرف انه هي الفلافل تعتبر انه فلافل انه قديمه. يعني 2006 بدينا كبدايه، يعني يم مدينة العاب قريبه العالم تعرفنا بها بوقتها. ايوه بعدين تحولنا على هذا المحل، ايوه ولدي وياي انه ظليت نشتغل الى ما العالم عرفتنا انه شغله نظيفه ومرتبه. باعتبار هي اكو نوعيتين، نوع مال باجله ونوع مال حمص، احنا نستعمل الحمص يعني كشغله مرتبه نظيفه و... أيوه. صار لنا بها يعني اقل شيء هاي الشغله بها 16 سنه بها. نستخدمها اكثر شيء يعني بالشتاء لان هي عليها اقبال بالشتاء، لان باعتبار يعني حمص ما يتحمل الحراره. الصيف شويه انه تصير شويه بها سواد كذا، بس بالشتاء لا تظل يعني محافظه على نفسها. احنا نبدا من الصبح لحد هاي الساعه يعني بالليل 10 بالليل العالم تجينا، فالشغله مرتبه، فلافل حاره، صمون حار، والعالم تجي علينا على هاي الشغله نظيفه يعني. والله هي اكو عندنا باذنجان، بوتيته، فلافل، اكو ناس يعني تريد بس بوتيته، ناس تريد بس فلافل، ناس تريد يعني مشكل، ناس كيف يعني هي